بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يوم السبت 11 سبتمبر سنة 2021 من محل كوكتيل في دمنهور. القناة بتاعتنا اللي هيدخل يعمل سيرش ويكتب كوكتيل دمنهور على اليوتيوب، وده اسم القناة بتاعتنا على اليوتيوب. احنا حابين النهاردة اللي احنا نوريكم القطط اللي جات لنا النهاردة في محل كوكتيل. بصوا يا جماعة القطط عاملة ازاي. قطط هيمالايا، دي هيمالايا بيضة عين زرقاء. تعالى كده يا عبد الرحمن، تعالى امسك لي الموبايل. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، دي هيمالايا اورانج، ده ولد، ده ولد زي ما احنا شايفين كده، لونه ابيض ودانه برتقاني وعينيه زرقاء وديله برتقاني. عندنا كمان هيمالايا شوكليت زي ما احنا شايفين كده، ده ولد برضو. الناس اللي بتحب الهيمالايا الشوكليت زي ما احنا شايفين كده، دول اعمار 55 يوم، دول اعمار 55 يوم. دول عندنا يوم السبت 11/9 سنة 2021 في محل كوكتيل بدمنهور. كمان عندنا قطط عمر 45 يوم هيمالايا. بصوا يا جماعة اللون، لون العين زرقاء، اللون بقى بيج في ابيض، الشعر الطويل زي ما احنا شايفين كده. بصوا الوش والعين، ادي عايزين يشوفوه ولد ولا بنت. خليك مع القطة، ده ولد. بصوا يا جماعة الألوان، شايفين اللون، وده ولد. وكمان عندنا القطة الباندا العسل الجميلة، شايفين اللون، شايفين ميكس الألوان. كل ده النهاردة عندنا يوم السبت. في 11/9/2021 اتمنى ان انتوا تزورونا في محل كوكتيل. لطيور الزينة وأسماك الزينة والحيوانات الأليفة، كل حاجة خاصة بالقطط موجودة عندنا ومتوفرة عندنا في المحل. كل حاجة خاصة بالقطط موجودة عندنا ومتوفرة.